الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم إن شاء الله محاضرتنا بعنوان الكولينيرجيك انتاغونيست، اللي هنا شنو الانتاغونيست اللي هنا نفسنا البلوكرز. احنا بالمحاضرة السابقة شرح لكم محمد علي اللي هنا الكولينيرجيك اغونيست. هنا بهاي المحاضرة الكولينيرجيك انتاغونيست. انتاغونيست يعني بلوكينج، يعني إغلاق. هسه نجي إن شاء الله نتعرف عليهم. بداية، cholinergic antagonist is a general term for agent that bind to choline receptor muscarinic or nicotinic. هنا بشكل عام يقول لك هنا ذني الأدوية أو ذني المواد أنه راح يرتبطن بالcholine receptor. الcholine receptor منه muscarinic and nicotinic. muscarinic and nicotinic. المسكرانيك بمختلف السبتايبات مالته، اللي هو الام 1 اللي هو الام 1 ام 2 ام 3، والنيكوتينيك بمختلف السب تايب مالته الان ان مال جنجليا والان ام مال نيوروماسكولار جنكشن اند بريفنت افكت اوف اسيتيل كولين. هاي كلش مهمه اند بريفنت افكت اوف اسيتيل كولين. هذني كلهن يعني يجن عن يعني ام سي كيو، يعني شنو هو راح يسوي لك بلوكينج للمسكرانيك اور النيكوتينيك ويمنع لك الاسيتيل كولين، مثل ما موضح بهذه الصوره. انه هنا بهذه الصوره شنو شوف، هذا احنا عندنا يا اما مسكرانيك يا اما احنا عندنا نيكوتينيك. فالاسيتيل كولين ينفرز من النيرف اندينج، من ينفرز من النيرف اندينج يا اما انه يقعد هنا يا اما يقعد هنا، اللي هو مثل ما موضح بهاي الصوره. زين، and other cholinergic agonist، يعني مو بس الأسيتيلكولين، الكولينرجيك أجونست الثانيات مثل أنتوا أخذتوا الكاربيكول والبيثينيكول اللي هو بديش المحاضرة، إني هنا من يقعد عليهن هم يعاكس فعلهن. زين، the most clinically useful of these agents are selective blockers of muscarinic receptor. هاي نقطة جدا مهمة. يعني شنو يقول لك شنو selective blocker؟ selective blocker أي الدواء أنه يشتغل لنا فقط على الأم 1 أو يشتغل لنا فقط على الأم 2 أو يشتغل لنا فقط على الأم 3 أو يشتغل لنا فقط على واحد من ذني. ليش؟ زين، إحنا إذا كان دوا نون سيلكتيف، النون سيلكتيف يشتغل عليهن كلهن. زين، من يشتغل عليهن كلهن أنا راح أحصل الفعالية مالتي، ولكن ما راح أحصل العفو، راح أحصل الأدفيرس إفكت، يعني أنا أحصل العلاج بالإضافة إلى adverse effect هواي. فهنا أنا قد يتداخل ويا الدواء، يتداخل ويا المرض، فهنا أنا المريض ما يتقبله، بالإضافة الدكتور ما يحبه، لأن هذا راح يسوي لنا مشاكل. فلهذا إحنا شنو clinically useful، إنه إحنا شنو نستفاد نكون ذن الأدوية selective blocker of muscarinic receptor. رينول بس الأول على مود نحصل CNS blocking، M2 على مود نسوي cardiac blocking، M3 اي بلوكينج او غيرها. هسه راح نجي احنا نتطرق لها. زين، هسه احنا نجي نصنف الكولينيرجيك انتاغونيست الى ثلاث مجموعات. هذا التصنيف شنو؟ اول مجموعه اللي هي انتي ماسكرانيك ايجنتس، ثاني مجموعه الجنجليونيك بلوكر، ثالث مجموعه نيرو ماسكولار بلوكينج ايجنتس. هذا التصنيف جدا مهم، انت تكتبه يمك. هذا رقم 1 بالملزمة، هذا رقم 2، هذا رقم 3. زين، نجي ناخذ واحد واحد نحكي عنه. يقول لك commonly known as anticholinergic agent، يقول لك يعني انه المعروف بشكل شائع اللي هو هذا الانتيموسكرانيك الكلاس الاول. هذا يقول لك يعني المعروف بشكل شائع نسميه anticholinergic، ولكن هذه التسمية خاطئة مسنومر، as they antagonize only muscarinic receptor. يعني احنا اذا نقول anticholinergic يعني راح يسوي لنا بلوكينج للنيكوتين وبلوكينج للمسكارينيك ريسبتور، العفو نيكوتينيك ريسبتور والمسكارينيك ريسبتور. ولكن الادويه يا اما تسوي لنا بلوكينج للمسكارينيك بكل السب تايبات مالتها، يا اما تسوي لنا بلوكينج للنيكوتينيك. فلهذا التسميه الادق شنقول؟ نقول anti-muscarinic receptor. زين، فلهذا يقول لك anti-muscarinic agents more accurate terminology، انه anti-muscarinic تكون مصطلح اكثر دقه، او شن نسميه؟ نسميه parasympatholytic. فهنا هاي قد تجي ام سي كيو، يعني فشي تافه صراحه بس قد يجي ام سي كيو. زين، a second group of the drug ganglionic blocker،
show a preference for nicotinic receptor of sympathetic and parasympathetic ganglion. يعني هذا راح يسوي لنا blocking لل NN اللي هو وين موجود؟ موجود هنا. نشوف كما وضح هذه الصورة هنا هذا السمبثاتيك، فهنا هذه الجنجليا، هنا مو عندنا هذا نيكوتينيك ريسبتر هذا ان، فهنا النيكوتينيك ريسبتر راح يسوي له بلوكينج الا للسمبثاتيك، او عندنا النيكوتينيك ريسبتر مال البارا سمبثاتيك هذا هم راح يسوي له بلوكينج. زين بس شنو يقول لك هاي العائله؟ they are least important of cholinergic antagonists. هنا هاي احنا بنستخدمه ليش؟ لان هنا هو راح يسوي البلوكينج للسمبثيتك والباراسمبثيتك والسمبثيتك، فلهذا انا ايش استفاد يعني من عده؟ هو راح يسد لي ذن اثنينهم، او يعني بعد يعني اثنينهم ما يشتغلون، فانا اريد اسد واحد، فهنا من استخدمهم لان هذا الريسبتر مشترك ما بين السمبثيتك والباراسمبثيتك. A third family of compounds, neuromuscular blocking agents, mostly nicotinic antagonists. هنا هذا الـ NM. الـ NM اللي هو وين؟ بالسوماتيك. شوفوا هنا السوماتيك مجرد عصب طالع من الـ central nervous system اللي هو يعني من الـ brainal spinal cord ومتوجه لنا وين؟ لهذه العضلة. هذه العضلة بيها neuromuscular junction اللي هو ما بين هذا النيرف وهذه العضلة. فهنا أنا ذني الايجنت راح يسوينا بلوكينج فقط للنيكوتينيك. زين هنا أنا شنو يقول لك؟ interfere with the transmission of efferent impulse to skeletal muscle. هنا أنا هذا الامبولس راح شنو يطلع لنا؟ اسيتيلكولين. من يطلع الاسيتيلكولين ما يرتبط، راح يتداخل لنا وياه، يعني شنو؟ راح يتنافس وياه، يقعد قبله على النيكوتينيك فيسوي له بلوكينج. زين These drugs are used as skeletal muscle relaxants. هذا النيل أدوية. أنتوا تعرفون الأسيتيلكولين من يرتبط لنا على العضلة، فيرتبط على العضلة راح يسبب دخول أيون الكالسيوم، راح يسوي الأيون الكالسيوم هم راح يتحرر من ال endoplasmic reticulum. فهنا الكالسيوم راح يرتبط لك بالبروتينات اللي هنا الاكتين والمايوسين، ويصير عملية الكونتراكشن. فهنا من يصير عملية الكونتراكشن، هنا من يجي النيورومسكولار بلوكينج ايجنت راح يقعد، فهنا ماكو كونتراكشن، تبقى العضلة ريلاكسنت يعني مسترخية او يعني بدون اي جهد. فلهذا هذه وين نستخدمها؟ بالسيرجيكال انستيجيا، بعمليات التخدير. And agent to facilitate intubation in surgical and critical care patients. هنا يستخدموها بعمليات التخدير، أو يستخدموها يعني أنه لتسهيل العمليات الجراحية. ليش؟ لأن هنا الجراح من يحصل على عضلة مرتخية فيقدر يشق شق ضيق وياخذ راحته بالشغل، فما يحتاج يشق فد شق كبير بالعضلة. And critical care patients. زين هنا هذا فد يعني مقدمة يحكي لك، يقول لك commonly known أنه بشكل شائع المعروف anticholinergic drug اللي احنا قلنا تسميتهم الأدق منه anti-muscarinic. يقول لك these agent for example atropine and scopolamine block muscarinic receptor. ذني راح يسوي لك block للmuscarinic receptor causing inhibitory of muscarinic function. يعني شنو الأجونست؟ أنتوا تعرفوا إذا صار أجونست فراح يعطيك لايك أسيتيلكولين أكشن، يعني راح يسوي لك نفس فعل الأسيتيلكولين من يرتبط لك. الأنتاجونست راح شنو؟ راح يعاكس لك. من يعاكس لك شنو معنى؟ inhibition of muscarinic function. هاي جدا واضحة. In addition, this drug blocking the few potential sympathetic neuron. أنه هنا ذن الأدوية راح شنو؟ يعني بشكل غير معتاد، او يعني فد اكو استثناءات بالسمبثيتك نيرون، فراح هم راح يسوي لها بلوكينج ذات ار كولينرجيك. مثال عليها ذيس انرفيتنج سليفري اند سويت جلاند. اذا اخذته بالمقدمه السويت جلاند هنا ذني السويت جلاند، شوفوا هاي سويت جلاند هذه تعتبر سمبثيتك. انتم تعرفون سمبثيتك ادرينالين، بس هنا هاي يسموها موديفاي، هذا معدل، هذا استثناء لازم تحفظه. هذا الاستثناء
انه يفرز لك اسيتيل كولين والموجود على مسكرانك، بس هو سمباثاتيك. فهنا ذني السمباثاتيك سويتي جلاند اللي هنا اكراين جلاند، هذني هم راح منه المسكرانك يشتغل عليهن، ما راح نشتغل عليهن بالسمباثاتيك، راح نشتغل عليهن هنا. فهنا لازم تفتهم هذه الشغله. بالاضافه because they don't block nicotinic receptor، يعني ذني شو اسمه السويتي جلاند والسليفري انتم عرفتوهن، ذني هنا استثناء، ذني ينغلقن عن طريق الانتي مسكرانيك بلوكينج. زين انتي كولينيرجيك دراج موست بريسايزلي هنا هو يعيد لك، يعني احنا نستخدم الانتي كولينيرجيك كتسميه. انتي مسكرانيك دراج هاف ليتل اور نو اكشن اون سكيليتال نيورومسكولار جنكشن. احنا مثل ما قلنا قبل شويه النيورومسكولار جنكشن لها عائله خاصه بها، فهنا هذه لها تاثير جدا قليل او تاثير معدوم. هسه واحد يقول لي شلون تاثير قليل؟ هو غير يعني ماكو؟ لا، هو اكو مثلا بالعضله، هاي عضله، هاي مثلا عندك عضله، هاي شي انا ما اعرف ارسم كل زين، هاي عضله مخططه، مهم عادي يعني. زين هذه العضله شبيها مثلا هنا هذا شنو؟ هذا نيكوتينيك ريسبتر، هذا نيكوتينيك ريسبتر، اكو فد يعني الاف النيكوتينيك ريسبتر، بمقابلهن اكو هم مسكرانك اللي هن مثلا ام، هذان المسكرانك يعني بعدد جدا 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 قليل يعني، وحتى تاثيرهن معدوم، فلهذا عدى ليتل اكشن. هاي يعني كهيج توضيح ليتل اور نو اكشن اون سكيليتال مسل نيورومسكولار جنكشن اور اوتونوميك جينجليا. The anticholinergic drug are beneficial in variety of clinical situation. احنا الادويه اللي هن انتي مسكرانيك بعد نسميهن مو انتيكولينرجيك او انتيكولينرجيك، خايف اجيب لكم واحد بالاسئله، هذني الهن العديد من الاستعمالات بالحالات الطبيه. نبدي باول واحد اللي هو الاتروبين، محبوب الجماهير اللي احنا شبعانين من عنده بالعقاقير. زين الاتروبين، الاتروبين يقول لك هو تيرشري امين بوليدونا الكلويد، هاي واحد. الاتروبين تيرشري امين، شوف وين ما تجي كلمه تيرشري امين يعني شنو؟ هنا هذا الامين عدة ثلاث ارتباطات، بالاضافه هذا الامين انه ما يكون ايونايز، يكون نون ايونايز، يعني شنو؟ هذا بسهوله راح يمتص الجسم وبسهوله راح يعبر البلد براين بارير والبلاسنتا فينتشر بجميع انحاء الجسم. فهذه شنو هو؟ هاي تعتبر كمميزه وسلبيه بنفس الوقت. مميزه سهوله امتصاصه، سلبيه يطب للدماغ ويسوي لنا تاثير غير مرغوب. هو يعني الاتروبين مستخدم من اتروبا بليدونا with high affinity for muscarinic receptor، يعني عده انه قوة ارتباط كلش عالية وين؟ بالمسكرانيك ريسبتر، انتبه مو بالنيكوتينيك. هنا قد تجي ام سي كيو وين عندها هاي افينيتي بالمسكرانيك، وانت يعني لازم تعرف انه الاتروبين هذا دواء يسوي لك فقط انتاغونست للمسكرانيك بجميع تايبات. هذا شنو؟ نون سيلكتيف، هذا كسلبية الى نون سيلكتيف، يعني شنو؟ يرتبط لك بالام 1 بالام 2 ام 3 ويسويهن بلوكينج. زين it bind competitively and prevent acetylcholine from binding to this site، هنا راح يرتبط لك بشكل تنافسي ويمنع لك من الاسيتيلكولين انه يرتبط بهذا السايت. فهنا اذا تشوف هنا هاي الصوره، هذا الاسيتيلكولين هذا انه يجي يريد يرتبط ما يخلي، ليش؟ لان الاتروبين يجي يتنافس وياه ويقعد هذا الاتروبين هنا يقعد، فهنا ما يخلي الاسيتيلكولين، فالاسيتيلكولين يزعل ويروح. زين يقول لك اتروبين اكت بوث سنترالي اند بريفرالي، هنا الاتروبين يشتغل على السنترال نيرفس سيستم والبريفرال نيرفس سيستم. زين ان جنرال اكشن لاست اباوت 4 اورز، هنا من يطب السيستميك سيركيليشن يعني من يطب للبلد يشتغل لك الهالف لايف مالته تقريبا 4 ساعات وبعدين يروح الشغل مالته، اكسبت وين بلايس توبكلي، عندما يعني نستخدم هذا الدواء بشكل توبكلي اللي هو موضعه ان ذا اي مثلا، مثل قطرات اي دروب،
يقول لك action may last for days. هنا الاكشن ما ترى راح يطول ايام. مثلا هنا يقول لك نيرو افكتر اورجان اللي هن الاعضاء اللي راح يتاثرن اللي هن مثلا باراسمباثيتك انرفيشن اللي هن بيهن تغذيه للباراسمباثيتك نيرف. شي يقول لك varying sensitive to atropine يعني من عضو الى اخر يعني حساسيته للاتروبين تختلف على نوع الرسبترات الموجودة به. بس الـ greatest inhibitory effect اللي هو أعظم inhibitory effect أو يعني أكثر inhibitory effect وين؟ بالـ bronchial tissue. هاي واحد secretion of sweat and saliva اللي هو sweat with salivary gland and the heart اللي هو القلب. ذن الثلاثة أكثر شيء بين عليها شغل الأتروبين ويشتغل لغير شغل ولكن باختلاف الجرعة مثل ما موضح بهذه الصورة. شوف هنا بهذه الصورة شنو شي يقول لك انتبه هنا بهذه الجرعة اللي تتراوح بين 2 إلى 5 ميلي جرام يقول لك راح يسوي لك slight cardiac slowing some dryness of mouth inhibition of sweat يعني هنا راح يقلل لك دقات القلب. لا تستعجل احنا راح نجي عليهم بسرعة حتى تفتهم انه راح اشرح لك انه الشغل مالته واحد واحد بس هذا كبداية. هنا انا راح شنو يقلل لك دقات القلب شلون هذا كمبوزيتوري ميكانيزم بالفسلجة يعني هو بلوكينج المفروض شي يصير تكي كارديو بس بالجرعة الناس راح يصير عندك يقلل شو اسمه دقات القلب فيسوي لك دراينس اوف ماوث يعني شوية يسوي لك انه جفاف بالفم بالاضافه انهبيشن اوف سويت انه يقلل لك التعرق مال السويت جلاند وذاك مال السلايفا. زين زيدنا الجرعه هاي الجرعه زادت ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك رابد هارت ريت بالبيشن ماركت انه بالاضافه الى دراينس اوف ذا ماوث بالاضافه دايليشن اوف بيوبل سم بلورينج اوف نير فيجن اللي هو انه راح يصير عندك يعني يزداد عندك دقات القلب واحد بالبيشن النبض يسرع انه من تشوف يعني الشريان انه بالبيشن انه كلش يعني ينبض بسرعه ماركت باي دراينس اوف ذا ماوث انه جفاف الفم بالاضافه الى الغواش بالرؤيه وتوسع الحدقيه راح نجي ناخذهن هسه حاليا. اذا لا والله يعني صار عندك يعني اكثر من 10 ملي غرام فهنا هذا كلش قوي شنو يعني CNS manifestation. هذا الـ CNS manifestation ما صور مكتوبات بس شنو هنا هو منوح عليهم ذن الـ CNS manifestation احنا نلخصها بكلمة sad HC اللي هو sad هذا sedation هنا sad sedations و هنا هذا امنيجيا اللي هو النسيان وهذا ديليريوم اللي هو الهذيان وهذا اللي هو هالوسينيشن وهذا اخر شيء اللي هي كوما اللي هو الاغماء. فذن السي ان اس مانيفيستيشن هالوسينيشن اند ديليريوم هو كاتب لك وكوما انا زيد لك امنيجيا. زين هنا الفعل مالت من مال الاتروبين. هسه احنا كملنا حكي مقدم عن الاتروبين نجي المن نجي ناخذ الاكشن مات واحد واحد بالضبط نفس فعل الاسيتيلكولين ولكن بشكل معاكس يعني هنا الاسيتيلكولين يسوي لك ميوسيس على اي هنا نجي هسه نشوف شغله على اي الاتروبين معاكس للاسيتيلكولين فهنا شي يقول لك بلوكس ماسكرانيك اكتيفيتي ان ذا اي ريزولت ايش راح ينتج لنا مدرييسيس مدرييسيس شنو معنى dilation of the pupillae يعني شنو انه توسع حدقيه العين انا حاط لكم اياها بهاي الصوره شوف هنا حدقيه العين شوف شلون متوسعه هنا هاي فهنا من متوسعه على مود الفحص الطبي هذا واحد هذا راح يوسع لك unresponsiveness to the light psychoplegia inability to focus of near vision هنا الحساسيه للضوء يعني العين بعد ما تتحسس للضوء راح تبقى مشلولة اللي هي شنو مشلولة سايكوبليجيا يعني هنا انه العضلات راح تنشل مال العين فهنا بعد كل فوكس بعد ما يصير بيها اللي هو هذا انتو اذا ماخذين بالمرحلة الاولى بالفيزياوية مدر فيزياء طبية اللي هو ACC اللي هي accommodation
زين. In patients with angle closure glaucoma, interocular pressure may rise dangerously. زين. هنا الأشخاص اللي عندهم شنو ماء أبيض جلوكوما، كلكم سامعين إنه ماء أبيض بالعين هذا مرض جدا شائع موسكمان. زين الجلوكوما بأنواع، عنده open angle عنده close angle. فهنا angle closer glaucoma هنا هذه مغلقة، فهنا من راح يسوون blocking راح شنو يزداد ال interocular pressure. من يزداد ال interocular pressure هذا في الشيء كلش خطر، احنا ما نرغب به. فلهذا contraindicated in patient with glaucoma، يعني شنو احنا منستخدم الاتروبين ويا الاشخاص اللي عندهم angle closer glaucoma. هذا سؤال جدا مهم، هذا الشروط، هذا السطر. زين كملنا التأثير على العين، نجي على يمن تأثيره على يمن على الجي اي تي اللي هو gastrointestinal tract. زين اتروبين can be used antispasmodic. spasmodic spasm يعني شنو تقلصات، انه اللي هي يسموها لوية كوليك ما ادري ايش يسموها. زين التقلصات اللي تصير بالجي اي تي اللي هو بالجهاز الهضمي، فهذا احنا راح نعاكس فعل الاسيتيل كولين، فراح يسوي لك ريلاكسنت. فمن يسوي لك ريلاكسنت راح شنو يعتبر انت سبازمودك، يعني شنو يقول لك ريديوس اكتيفيتي of GIT tract. من reduce activity هنا أن GIT راح يسترخي، فبعد ما يصير عندك هذين العصرات أو القبضات. Atropine and scopolamine are properly the most potent antispasmodic drug available. يعني يقول لك الأتروبين وسكوبلامين هذين الأدوية الثنين أكثر أدوية فعالات كأنتسبازموتيك drug. L2 gastric motility is reduced. انت تدري الاسيتيلكولين من يجي ان يرتبط بالريسبتور فراح يزيد لك الكونتراكشن، يزيد لك الموتيليتي. فهنا من نسوي انتاغونست راح تقل الموتيليتي. زين هنا اكو مصادر تقول لك هيدروكلوريك اسيد تقل، واكو مصادر لا. هنا مصدرنا يقول لك هيدروكلوريك اسيد برودكشن از نوت سيجنيفيكنتلي افكتد. انت يعني احفظها كما بالمصدر مالتك، يقول لك هيدروكلوريك اسيد ال HCl اللي هو انتاج ال HCl بالمعدة انه ما راح انه يقل بشكل ملحوظ او احنا ما لاحظناه. زين اتروبين از نوت افكتيف فور تريتمنت اوف بابتيك ألسر. هنا هذا الهيدروكلوريك اسيد برودكشن راح ينتج بالمعدة، فايش راح يسوي لك؟ راح يسوي لك هايبر اسيديتي. الهايبر اسيديتي لفتره طويله راح يسوي لك بابتيك ألسر اللي هو القرحه مال المعدة. زين احنا من نستخدم الاتروبين للبابتيك ألسر، احنا مو قلنا ما يعني اد افكت على هيدروكلوريك اسيد، فاحنا شنو المن نستخدم للبابتيك ألسر؟ بالجي اي تي ان شاء الله تاخذوه او الماخذين يعني تدريب صيفي، اللي هنا البي بي اي اللي هنا البروتون بامب انهيبيتر اللي هنا امبرازر جماعتهم. زين هذا زين اخر شيء يقول لك دوز اوف اتروبين ذات ريدوس سبازم اند ريدوس سلايفا سكريشن، انه راح يقلل لك السبازم. زين بالاضافه راح يقلل لك السلايفا سكريشن اللي هو افراز الغدد اللعابيه. زين اوكلير اكوموديشن انه راح يقلل لك السبازم. واحد خل اجي اشرك يعني واحده واحده. واحد سبازم، اثنين سلايفا سكريشن، الاوكلير اكوموديشن. اكوموديشن انتبه اللي هي شنو خاف يجيبوا لك اياها اي سي سي، هذا اوكلير اكوموديشنز اند يورينيشن. ذن الاربع كلهن راح يقل، فبسبب ذن الأربعة أنه تقبل المريض للأتروبين هم راح يقل. أنا ما أرغب بالأتروبين وحتى الدكتور ما يرغب بالأتروبين، يعني هو راح يسوي عدة جفاف فم وراح يسوي عدة يعني خربطة بالرؤية وراح يقلل اليورينيشن، وقد هو عدة مشكلة بالكلية وإلى آخره. فأنت لازم تحط باحتمالك أنه هذا إحنا ما نرغب بالأتروبين. زين تأثير مالته على الكارديو فاسكولار اللي هو منه القلب. زين إحنا بالكارديو فاسكولار ايش عندنا اكثر يعني ريسبتور موجود اللي هو الام 2، هاي يعني كلش مهم ام 2. الام 2 راح يسوي لك شنو براديكارديا. انا من اسوي انتاغونست، شوف ترجع للمخطط، من اسوي انتاغونست بالسلو دوز راح شنو هو راح يقلل، بينما بالميديوم دوز لا والله راح شنو يصير رابط. ليش؟ لان هذا مثلا شوفوا هذا القلب هيك مو هيك يعني
المهم هذا هيك القلب وهو أربع حجر هذا هنقسم. هنا إيش موجود عندك؟ الساينو أتيريال وهنا الـ SA نود والـ AV. زين وهنا إيش عندك؟ عندك الـ ذني الـ Purkinje Fibers ذني ويسوي لك الـ Contractility مال هارت. زين هنا هذا شو اسمه إيش موجود هنا بالقلب؟ موجود الـ M2 Receptor. هنا من يصير antagonized للـ M2 هنا الـ M2 راح يصير الـ antagonized شنو؟ راح يسمح فرصة للمدييتر الأخرى مثل الإبينفرين والنور إبينفرين راح شنو يرتبطن فهن ليزيدن الهارت ريت وليزيدن البلد بريشر. فهنا افهم هاي الشغلة. زين هنا أتروبين بروديوس دايفيرجنت افكت يعني شنو؟ راح يعطيك افكت متغير on cardiovascular system depend on the dose. At low dose, a predominant effect is a slight decrease in heart rate. مثل ما شرحت بالمخطط. زين. راح أنه بالslow dose راح يقلل لك شوية من دقات القلب. ولكن this effect result from blocking of M1 receptor on the inhibitory prejunctional or presynaptic neuron. هنا هذا الإفكت بسبب أنه راح أنه الM1 ينغلق الموجود وين هذا الأمور ريسبتر موجود دائما بالدماغ أو بالبريسينابتيك اللي هو بريجنكشنال. فهنا ذن مين ينغلقن فهنا راح شنو بيرمت إنكريز أوف أسيتيل كولين مثل ما أنتم بالفصل تشرحوا لكم أنه ذن مين ينغلقن أنه بعد يفرز هواي أسيتيل كولين. فمن يفرز هواي أسيتيل كولين راح يصير هواي أكشن فلهذا يصير براديكارديا. ولكن بالهاير دوز راح يشتغل لك على M2 يقول لك اتروبين causes a progressive increase in the heart rate by blocking M2 receptor on sinoatrial node. زين هنا الاتروبين انه راح شنو راح يزيد لك دقات القلب بواسطه اغلاق ال M2 الموجوده بالsinoatrial مثل ما رسمت لك هاي مو sinoatrial راح يسوي لها بلوك. فهنا راح تجي الاذر ميديتر فتسوي لك التكي كارديا تزيد لك الهارت ريت تزيد لك البلد بريشر. هذا بالنسبه للقلب. نجي لمن للسيكريشن. السيكريشن يقول لك اتروبين بلوك ماسكرانيك ريسبتر ان سيلفري جلاند. هنا الاتروبين انه راح يغلق لنا الماسكرانيك ريسبتر بالسيلفري جلاند وبالسلايفا بالسيلفري جلاند وبالسويت جلاند. فهنا من يسوي لنا سيلفري جلاند الموجوده بالفم ذني راح يسوي لنا بلوك. ايش راح يصير؟ جفاف الفم اللي هو شنو اسمه زيروستوميا. produce dryness of the mouth جفاف الفم xerostomy. The salivary gland are exquisitely sensitive to atropine. هنا هذا يعني بشكل كلش كبير انه متحسس للاتروبين. sweet and lacrimal gland is شنو هو affected انه ايضا الغدد العرقيه والدمعيه تتاثر. زين احنا كملنا الاكشن مال الاتروبين. نجي الاستعمالات الطبية للأتروبين. أول استعمال أوفثالميك اللي هو شنو بمجال العيون اللي هو قطرات العيون وغيرها. زين احنا ايش قلنا تأثيره على العين؟ انه يقول لك أتروبين exert both myriatic and psychoplegic effect يعني شنو يوسع لك حدقية العين هاي بالإضافة انه psychoplegic انه راح يسوي لنا paralysis للcellular muscle. فهنا يكون unresponsiveness to light يعني ما يتحسس لك اللايت وأنه يسمح أنه الفاحص يفحص حتى يقعد يشوف الشبكية داخل العين. زين هنا effect and permit measurement of refractive error without interfering by accommodation capacity of the eye أنه راح يسمح لك قياس refractive errors هذا دكاترة العيون without interfering by accommodation capacity of the eye بدون تداخل accommodations مع العين. زين short act anti-muscarinic اللي هو cyclopentolate and tropicamide هذني شنو يشتغلن الفترة قصيرة. ليش؟ لأن احنا قلنا الأتروبين إذا نستخدمه topically راح يطول أيام. زين احنا نريد نفحصه يعني مجرد نص ساعة ساعة ويرجع المريض له خو من نطي أتروبين. فلهذا قاموا شنو يصنعون أدوية تكون أقل مدة يسموهن short acts anti-muscarinic اللي هنا منه psychobentolate and tropicamide يكون
have largely replaced to atropine. أنه ذني استبدلناهم بالأتروبين due to prolonged medrases observed with atropine. لأن الأتروبين شنو prolonged action؟ يعني هنا الأتروبين راح أنه يعطيك فد مدة زمنية كلش طويلة. مثل هنا الأتروبين من 7 إلى 14، يعني من أسبوع إلى أسبوعين. بينما ذني الأدوية واحد منها 6 ساعات وواحد 24 ساعة على ما أتذكر، اللي هو تروبيكمايد 24 ساعة وست ساعات اللي هو سايكوبنتولايت على ما أتذكر. هسه راح نجي ناخذه. زين، أنتسبازمودك اللي هو شنو؟ أنه يسوي لنا ريلاكسنت للجي آي تي، يعني يقللنا من الانقباضات الموجودة. يقول لك أتروبين يوز أنتسبازمودك ايجنت تو ريلاكس جي آي تي. زين، تجي للقلب. كارديوفاسكولار سيستم اللي هي شنو هو؟ دراج is used to treat bradycardia of varying etiology. هنا احنا نطي الميديوم دوز على مود الاشخاص اللي عندهم bradycardia اللي هو انخفاض بدقات القلب، راح شنو نزيد عندهم دقات القلب، انه دقات القلب مثلا لها عوامل جدا هواي، يعني اسباب، اكو اسباب نفسيه هاي ان شاء الله يعني بالباطنيه او يعني بالباثو تاخذوهن السنوات الجايه، مو الباثو صار سرجري السنه. انتي سكريتوري اللي هو احنا نريد المريض ما يتعرق او يريد اده جفاف لغرض معين. فهنا مضادات للتعرق اتروبين sometimes use انتي سكريتوري ايجنت تو بلوك سكريشن ان ذا ابر اند لوور ريسبيراتوري تراك بيريور ذا سيرجري. مثلا احنا ما نريد الشخص بعد اده افرازات بالسيلفري او ما نريد افرازات غير يعني افرازات بالابر ريسبيراتوري، فهنا على مود السيرجري ويطببون الادوات مال الفحص، فهنا يستخدمون ذني الادويه على مود ماكو سكريشن فيسهل عمليه السيرجري، يعني عمليه الفحص اللي هو انتي سكريتوري. زين، الاستعمال رقم اي اللي هو الرابع، ما ادري الخامس، انتيدوت فور كولينرجيك اجونست. هنا انتيدوت للكولينرجيك اجونست، انتوا اخذتوا ذيك المحاضره الكولينرجيك اجونست اللي هن الدايركت والاندايركت والإنديركت بها ريفيرسبل وإرريفيرسبل. فهنا أكو بالإرريفيرسبل منو؟ الأورغانوفاسفيت اللي هنا غاز السارين وغاز الحروب الإيكوثايوفيت اللي أخذتوهن. فهنا الأتروبين is used to treatment of organophosphate اللي هنا إرريفيرسبل اللي هنا insecticide or nerve gases اللي هنا غاز الأعصاب اللي هو غاز السارين اللي هو اللي يستخدمه بالحروب مثل حلبشة بالعراق و غيرها من الحروب هسه يستخدموا على فلسطين. فهنا غاز السارين هذا من الأسلحة المحرمة دوليا. فهنا شنو العلاج إذا ضربونه كيميائي؟ يسموه كيميائي. إذا ضربونه كيميائي فمن العلاجات اللي هي أنتيدوت معاكس اللي هو منه الأتروبين. احنا نستخدم الأتروبين. يقول لك هذني المواد السامة يعني مال النيرف غاسز أكيد. زين، هنا overdose of clinically used anticholine esterase such as fesostigmine. يقول لك هنا بالأوفردوز مال الفيزوستيجمين، الفيزوستيجمين هو أجونست، فهنا راح تستخدمه بعد شنو بالأوفردوز مال الأجونست بالإضافة اللي هنا الأورغانوفوسفيت. هسه صار عندك شغلتين اللي هنا أنتيدوتس إلهن، هذا منه الأورغانوفوسفيت والفيزوستيجمين اللي هنا ذني شنو يكونن دايركت. زين، العفو، هذا الريفيرسبل وهذا الريفيرسبل. And sometime of mushroom poisoning اللي هو المشروم بويزنينج، انتو تعرفون يعني هو المشروم بويزنينج القصة اللي بالبداية انه اكتشفوا بها المسكرانيك وها. فالمشروم بويزنينج راح يسوي لنا كولينيرجيك ادفيرس افكت. فهنا حتى نعكس شنو نطي؟ نطي اتروبين. زين، certain mushroom contain cholinergic substance that block choline esterase. فهنا من يسوي لك بلوك للكولين استرايز راح يزداد الاسيتيل كولين. فش راح اعطي؟ راح اعطي اتروبين على مود الاسيتيل كولين ما يرتبط بالريسبتورز. massive dose of اتروبين may be required over long period of time. يعني الجرعه الماسيف يعني كلش هائله. زين، احنا شنو هو نحتاجها لفتره طويله بهاي الحالات to counteract the poison على مود احنا نسيطر على هذه السميه مال فيزوستيجمين او الاورغانوفوسفيتس او المشرومز. هذا رقم 3 المشرومز. زين، and mushrooms the ability of atropine to enter central nervous system is particular importance in treating
central toxic effect anticholine esterase. احنا مو قلنا يشتغل على central or peripheral، فهنا الاتروبين كلش نحبه. ليش؟ لانه يطب للسي ان اس، والمواد اللي هنا توكسيك اللي هن مثلا احنا استخدموا غاز الحروب وطب، هذا غاز الحرب يعني يطب، انت تستنشقه وراح يطب راس الدم، فبنستخدم الاتروبين هنا راح يعالج لك التوكسيسيتي اللي يصير بالسنترال نيرفس سيستمز. زين، احنا كملنا ثيرابيوتيك يوزز مالت من مال الاتروبين. نجي نتحدث على الجانب الثالث من الاتروبين اللي هو منه الفارماكو كاينتكس اللي هن حركية الدواء. احنا الفارماكوكاينتيك شنو اخذناها بالمقدمة اللي هن absorption distribution metabolism and eliminations or excretion يسمون. زين، absorption مات هنا نجي هذا واحد راح نحطه بالاخضر. absorption يقول لك readily absorbed يمتص. ليش؟ لان هو tertiary amine. زين، بالاضافة partially metabolized by the liver، هذا الميتابوليزم مات. elimination وين يصير عنده؟ الديستريبيوشن احنا قلنا بس هنا ما كاتب لك هو عن الديستريبيوشن. ليش؟ لان فوق كاتب لك هو ما دام تيرشري امين، تيرشري امين، فهنا هذا وين يعبر لك البلد برايم بارير وينتشر بجميع انحاء الجسم all body compartments، بجميع محاجر الجسم. زين، جسمز زين. And elimination in urine، هنا هذا elimination وين يصير؟ باليورين. والhalf life مات 4 ساعات، لأن كلهن تقريبا ذكرناهن فوق. هاي الفارماكوكاينتيك مال الاتروبين. نجي المين للادفيرس افكت. شوف الادفيرس افكت ايش قد كاتب لك كلش هواي. دكتور فود المصري ايش مختصرها؟ مختصرها بجملة كلش حلوة حتى ابد ما تنسى. شكو انتي كولينرجيك دراج اللي هن انتي مسكرانيك، بهاي الجملة الادفيرس افكت مالتها زغلولة ناشفة حبست زوجها أبو سريع. نجي زغلولة اللي هو شنو؟ blurred vision اللي هو غواش الرؤية. زين، الناشفة dryness of mouth اللي هو شنو؟ جفاف الفم. حبست اللي هو urine decrease اللي هو urine retention. زين، بعد شنو؟ زوجها هنا مو اكو جي اللي هي شنو؟ glaucoma، يعني احنا بنستخدمها بالclose angular glaucoma. وابو سريع راح يزيدنا من دقات القلب فهو تسكي كارديو. فذن هاي باختصار، هاي زغلولة الناشفة حبس الزوجة بسرعة. اكتبها يمك بالنوت. شوف هسه نقرأ عن الادفيرس افكت على السريع. شي يقول لك؟ يقول لك ادفيرس افكت ديبند اون دوز، يعتمد لك على الدوز مثل بالمخطط ويعتمد لك على هاي. زين، اتروبين كوز دراي اوف ماوث، هاي دراي اوف ذا ماوث. بلارد فيجن، هاي بلارد فيجن. زين، تكي كارديا، هاي تكي كارديا. يورو روتيشن، هاي يورو روتيشن. اند كونستيبيشن، هاي يعني احنا ايش اسمه الكونستيبيشن، انت تفهم يمك. effect on CNS include انه راح يطب لك على CNS، فهنا يسوي لك restlessness confusion hallucination. انا وين اختصرت لك اياها بيا كلمه بكلمه sad HC اللي هي فوق ايش قلت لك هنا؟ sedation amnesia delirium hallucination and coma. هذا CNS adverse effect مال anticholinergic hallucination delirium may process to depression انه قد تتفعل collapse circulatory and respiratory system and death. low dose of choline esterase inhibitors such as fizostigmine may be used to overcome atropine toxicity. شو هنا اذا واحد صار عنده atropine toxicity، اتروبين توكسيسيتي، شنو الانتيدوت راح نعطيه؟ اللي هو راح تعطيه شنو؟ فيزوستيجمين. زين، هاي شنو؟ ركز لي على هاي النقطة. زين، إذا واحد صار عنده توكسيسيتي مال فيزوستيجمين راح تعطيه شنو؟ اتروبين كما موضح فوق.
شوف الفيزوستيجمين هنا أنا. إذا واحد أده فهنا أنا كأنتيدوت نعطي أتروبين. فهنا أنا انتبه للسؤال يجب الوزارة يفرق من التوكسيسيتي وشنو الأنتيدوت معته. أنتيدوت يعني هو اللي راح يعكس الفعل معته. زين أتروبين also induce urinary retention. أنا راح يرجع لك urinary retention. The drug may be dangerous in children. هاي يعني الدواء كلش يعني أثر على الأطفال. Because they are sensitive to its effect. يعني ما يتحملون التأثيرات الجانبية مالته. Particularly rapid increase in body temperature. هنا أنا راح شنو يزيد حرارة الجسم. يعني يزيد حرارة الجسم يعني يسوي denaturation of protein. Protein بعد إنسان ينقص الوظيفة مال جسمه. ودث يعني. فهنا أنا ما نستخدم. فكملنا الأتروبين بجميع نواحيه وشفتوا شلون الأتروبين مزعج. هاي ذني شنو ذني زغلول الناشفة حبس الزوجة أبو سريع بالإضافة إلى الساد اتش والأدفيرس إفكت اللي هو مطقمام المخطط. زين إحنا كملنا الدواء الأول أتروبين اللي هو شنو هو هذا. هذا البروتوتايب عائلة. نجي المن نجي إلى السكوبلامين. السكوبلامين another tertiary amine plant alkaloid. هم السكوبلامين يعني نبات موجود بشكل طبيعي وهو تيرشيري. وما دام تيرشيري شنو يعني يعبر البلود برين بارير. produce peripheral effect similar. شوف هنا يعني اذا تقارن ويا الاتروبين هنا فقط هذا انه راح يعطيك peripheral effect similar to atropine. however scopolamine have a great action on css cns. هنا الأتروبين عنده هم سنترال وبريفرال من القامة. بس شنو الفرق بيناتهن؟ البريفرال نفس الأتروبين. السي ان اس لا أكثر من الأتروبين. greater effect than أتروبين. unlike أتروبين سي ان اس effect are observed at therapeutic dose. احنا شقلنا أكثر من 10 ملي غرام فوق بالمخطط يا الله يصير عندنا سي ان اس effect للأتروبين. بينما هنا لا هذا يعني بالإضافة long duration action راح يعطيك compared with atropine as compared with atropine أنه هذا راح يعطيك أكثر يعني فترة. زين هذا شنو نستفاد منه أو الأكشن مالته شنو؟ يقول لك scopolamine is the one of the most effective anti motion sickness drug. الموشن sickness اللي هو دوار البحر اللي هو هذا من خلال اختلال بالتوازن يصير بالأذن اللي هي الأوديتوري. فهنا هذا راح اختلال التوازن راح يسوي مشاكل بالسمع بالإضافة راح يخلي ذول الناس يتقيؤون اللي هو vomiting. فهنا شنو كأدوية نعطيهم على مود نمنع هذه الحالة اللي هي شنو الموشن سيكنس نعطيهم هذه الدرج اللي هو سكوبلامين. زين هذا بالإضافة is unusual effect blocking short term memory. هنا يعني تأثيره الغير اعتيادي أنه راح شنو يغلق الذاكرة لفترة قصيرة يخلي الإنسان ينسى. In contrast to atropine, scopolamine produce sedation. هنا scopolamine لأن عدى greater effect لل CNS فهنا راح يسوي لك sedations. زين but at higher dose يعني هنا راح يسوي لك أنه sedation بالhigher dose حالة حال atropine. زين it produce excitement يعني هنا راح أنه ينتج لك تهيج. زين سكوبلامين may produce euphoria اللي هو سكوبلامين هم انه يهيج النشوة بالاضافة. فهنا راح يستخدموا المدمنين ويكون susceptible to abuse. يعني هنا abuse يعني سوء الاستخدام. يعني هنا يستخدموا ذول الادكشن اللي هم المدمنين وذول الكبسلون. زين therapeutic uses الاستخدامات العلاجية يعني therapeutic uses. therapeutic use of scopolamine limited to prevention of motion sickness. انت بس تشوف يعني scopolamine motion sickness A and post operative nausea and vomiting. يعني شوف هو يمنع لك vomiting من motion sickness والpost operative يعني ما بعد العملية اللي هي الغثيان والتقيؤ. for motion sickness it's available. هنا يقول لك للmotion sickness يعني لأصحابهم هاي موجودة على شكل topical patch على شكل يعني لصقات موضعية راح تعطيك provide effect up to 3 days. زين. pharmacokinetic and adverse effect. هنا أنا similar
to atropine يقول لك with expectation longer half life. هنا هذا يكون ال half life ما تختلف بالإضافة CNS هذا كدايناميك فوق حشينا CNS effect يكون أكثر زين. إحنا كملنا سكوبلامين يعني هسا أنت شنو الأتروبين ما شاء الله يعني هو يحكينا عليه. سكوبلامين تختصر بشغلتين اللي هو motion sickness بالإضافة إلى البوست أوبريتيف نوزيا عن فوميتينج زين. هذا سكوبلامين. نيجي المن للأدوية ذني الجايات اللي هو أكليدينيوم غلايكوبيرولات إبراتروبيوم أنتايوتروبيوم زين. يقول لك إبراتروبيوم أنتايوتروبيوم are quaternary derivatives of أتروبين. شنو معنى؟ شوف quaternary يعني رباعي زين. هو النيتروجين إذا صار رباعي أيونايز يعني هذا ما يعبر البلد برين بارير وما يمتص. هاي واحد يعني أو صعب امتصاصه. هذا واحد. اثنين derivatives of atropine يعني شنو الأتروبين مشتقاته يعني هذا يعتبر semi synthetic يعني نصف مصنع يعني modify معدل زين. and هنا ال glycopyrrolates and acylidinium are synthetic quaternary compound ذني هن هم quaternary هم موجبات بس ذني شنو ذني semi synthetic ذني لا ذني totally synthetic ذني بالمختبر نصنعهن. فهذا الفرق بيناتهن زين. هنا نجي كاستخدامات كلش مهمة ذني. إبراتروبيوم is classified as short acting muscarinic antagonist اللي هو ساما يشوفه هذني شنو هذا الإبراتروبيوم short acting muscarinic antagonist يعني هذا لفترة قصيرة short acting الهيلث لايف ما تقلي. فهنا هذا شنو الجرعة مالته جدا قليلة والتأثير مالته يعني لفترة معينة. هذا منه فقط الإبراتروبيوم. بينما ذني الغلايكوبيرولات تايوتروبيوم and أكليدينيوم classified as long acting muscarinic antagonist اللي هو لاما زين. Based on duration of action شوف المادة قليل duration short acting هذا منه إبراتروبيوم غلايكوبيرولات تايوتروبيوم and أكليدينيوم هذا إني short long duration of action these agents are approved as bronchodilator هذا إني إنه راح يسوون شنو bronchodilations يعني هنا من راح يغلقن المسكرانيك راح يمنع عن البرونكو كونستركشن يمنع عن إفراز السكريشن. فلهذا هنا من يشتغلن على الM3 باللنج الM3 شو تسوي؟ تسوي فازو العفو برونكو كونستركشن وبعد شو تسوي؟ تسوي انكريز سيكريشن زين. أنا من أجي وأسوي انتاغونست فهنا السيكريشن راح يقل والكونستركشن راح شو يصير؟ راح يسمح المدييتر الثانية أشوف انتبه على هاي الكلمة يسمح المدييتر الثانية يسوون دايليشن اللي هنا مثل الأبينفرين وجماعته زين. هنا أنا فهنا أنا هذني الأدوية approved bronchodilator for maintenance treatment of bronchospasm associated with chronic obstructive pulmonary disease اللي هم ال COPD زين. هنا الإبراتروبيوم أنتايوتروبيوم are used in acute management هنا ذني اللي هن منه السيمسينثيتيك اللي هنا ذني الأشقاء ذني المن استخدمه بالأكيوت management of bronchospasm in asthma والكرونيك management of asthma ذني زين. All of these agents are delivered via inhalations احنا نطيهن عيها عن طريق الاستنشاق اللي هو هذا البخاخ يستخدموا أهل الربو اللي هو الأسماء. Because of positive charge, this drug don't enter systemic circulation.
لان اشقلنا هن ما دام كوارترناري فهن مشحونات بشحنه فما يمتصن الجسم، فلهذا نطيهن عن طريق الانهاليشنز اور ذا سي ان اس. فهنا انا ما يطبن يعني السيركيليشن سي ان اس لان هي تشارج ريستريكشن افكت تو بالمونري سيستم. هنا انه حتى هم من حد تاثيرهن سبيسيفيك للبالمونري سيستم. زين كملنا الاكليدينيوم الجلايكوبايروليت والتايوتروبيوم والابراتروبيوم. نيجي المن للتروبيكمايد والسايكلوبنتوليت. قبل شوي حكينا عنهن وين بالاتروبين، قلنا ذني كقطرات افضل. ليش؟ These agents are ophthalmic solutions، محاليل للعين for madriasis and psychoplasia. Their duration of action is shorter than atropine، أنه أقل من الأتروبين، لأن الأتروبين يبقى لنا 7 إلى 14 يوم. ذني شنو؟ زين. Tropicamide produce 6 hours and psychopentolate 24 hours. هاي باختصار. هسه البنزوتروبين and trihexylphenidyl. Benzotropin and trihexylphenidyl. Then شن هو useful adjuvants with other anti-Parkinson agents. يعني هن ك adjuvants يعني ك يعني مرافقات ك anti-Parkinson. أهل الباركنسون يعطيهم هاي علاجات. من ضمن هاي العلاجات هي benzotropin أو trihexylphenidyl to treat Parkinson disease and other type of Parkinson syndrome include antipsychotic induced extrapyramidal symptom. هاي تأخذوها بالتفصيل بالCNS. هنا شنو؟ أهل الباركنسون أكو إمبالانس هنا مثل الميزان بالضبط، هذا ميزان. فهنا أكو إمبالانس بتوين هذا هنا منو أسيتيلكولين يكون كلش عالي هذا، وهنا الناصي يكون منو يكون الدوبامين اللي هم عندهم دوبامين ديفيشنسي. فهنا راح يسوون بلوكينج للأسيتيلكولين على مود شنو يعادلون ويسوون بالانس بين أسيتيلكولين والدوبامين هذولا او لا يطوهم على مود يتخلصون من الاعراض الجانبيه من الادويه اللي راح يسويهم اكسترا بيرميدول سيبتوم. هاي بالتفصيل تاخذوها ان شاء الله بالسي ان اس، بس انت تحفظ بنزوتروبين اند ترايهكسفينيدول يستخدموهن انتي باركنسون ايجنت اللي هنا شنو؟ ادجوكنت. زين نجي الى الادويه اللي هن اوكسي بيوتينين اند اذر انتي مسكارينيك ايجنت فور اوفر اكتيف بلادر. ذن الادويه فقط يشتغلون وين؟ على الام 3 مال البلادرز اللي هن منو؟ اوكسي بيوتينين، داري فانيسين، اعذرون على اللفظ، فيزو تيرودين، سولي فاليسين، توليريديم، توريسيبيوم. ار شنو هما ذني؟ كلهن سينثيتيك اتروبين لايك دروغ، ذني كلهن سينثيتيك. زين وذ انتي ماسكرانيك اكشن. زين نجي ناخذ الاكشن مالتهن. كومبتيتيف بلوكينج ماسكرانيك اللي هن ام 3 ريسبتر ان بلادرز، البلادر موجوده بها ام 3 فهنا راح يسوون بلوك للبلادر. انترا فيسيكول بريشر از لورد. هنا الفيزل اللي هو الموجود الضغط الموجود داخل الفيزل فهنا راح يقل، بالإضافة bladder capacity is increased يعني هنا القابلية مال البلادر أنه راح شنو هو تزداد. ليش راح يصير بها relaxation؟ بالإضافة هنا frequency of bladder contraction is reduced يعني contraction اللي هو يجيها من CNS دني التقلصات على مود يعني اللي يصير urination دني راح يقلها. Anti-muscarinic action at M3 receptor in GIT tract. أن هنا أنا هو M3 راح بلوك بالGIT. هاي 100,000 مرة عادها. Salivary gland هم يشتغل لك أيضا على salivary gland. CNS I may cause adverse effect. ذني ك adverse effect. بس إحنا specific المن نريد الريدة للبلادرز. زين. داري فانسين and solely فانسين. Solifensine are shun huwa relatively more selective M3 muscarinic receptor antagonists than ethinian. الداري والسولي solifensine and darifensine هذن يكونن selective M3 فذن مرغوبات. زين however other drug are mildly non-selective muscarinic antagonist يعني هنا احنا مو عددنا منو الداريفانسين والسولي ذن selective.
يقول لك أما البقية يقول لك mildly non-selective أنه بشكل عام هنا non-selective and binding to other muscarinic receptor subtype may contribute adverse effect. فإحنا شو نفضل؟ نفضل ذني الثنين اللي هن الدارفانسين والسوليفارسين فالسولي فانسين زين. الثيرابيوتيك يوزز كاستعمالاتها نستعمل ذني الأدوية شوكت ذني فور مانجمنت شنو هو اوفر اكتف بلادر يعني البلادر اللي هو شنو اكثر من الطبيعه تشتغل اللي هو يسوي عندهم يعني يورينيشن اكثر من مره اند يورينري انكونتيننس اللي هو شنو هو يعني عدم التحكم بالبول او يسموه السلس البولي زين. اوكسيبيوتينين از اولسو يوزد ان بيشنت وذ نيوروجينيك بلادر اكو عندهم خلل بالاعصاب مع البلادر فما يقدرون يتحكمون بالسفنكتر فهنا أنا يعطوهم هذه الأدوية على مود يسوي كونتراكشن للسفنكتر وريلاكسيشن للبلادرز ويعني يبقون أكثر فترة ممكن هنا زين. هنا أنا نجي للفارماكوكينيتيك مال ذيس دراج هنا أنا all of agents available in oral dosage form زين هنا سينثيتيك بس هو ما ذاكر لك هنا أنا هنا تيرشوري مو إيه فهنا أنا يعني الأغلب هنا تيرشوري. most agents have long half life أدهن long half life. بالإضافة يقول لك هنا أنا which allow once daily administered هنا أنا نطيهن مرة باليوم. immediate release exobutynin and toltridium may be dosed two or more time than الأدوية نطيهن مرتين باليوم. يعني however extended release formulation انتو اخذتو بالش اسمه عندكم extended release واخذه فذن نعطيهن extended release formulation this agent allow فاحنا ذني الادويه يكون سنسيتيف للجاستريك اسيد فاحنا نعطيهن مرتين باليوم ليش لان يصير بهن بينما اذا نسويهن extended release فراح نعطيهن once a day. oxybutynin is available in a transdermal patch الاوكسيبيوتينين موجودة على transdermal patch اللي هو لصقة تحت الجلد اللي هو مثل الاستروجين يطوها هاي مال موانع الحمل فهنا هم يزرعوها بالجلد وتكون كلصقة تحت الجلد لما تخلص يبدلوهم and topical gel formulation وموجودة على شكل gel زين. this drug hepatically metabolized then the metabolism مالتها when بالليفرز by cytochrome B450 اللي هن CYP زين اللي هن منو CYP3A4 و2D6 هذا هن اكثر شيء كومن يعني بالسي واي بي انتم اخذتوهم يمكن بالمقدمه فذني يصير الميتابوليزم مالتها. هو ليش يذكر لك هنا يقول لك يصير بالسي واي بي ليش لان اكو ادويه تسويك شنو تسوي لك انديوس للسي واي بي 450 3A4 فما دام انديوس فكون احنا نتجنب نعطي ذني الادويه اللي هن منو الأوكسي بيوتينين ودوري فيناسين وغيرهن فهنا من يصير مثلا هنا عندك 10 ملي غرام هو الطبيعي مثلا كل 6 ساعات يبقى لك 5 ملي غرام بينما هنا من يصير انديوسر هنا ال 10 ملي غرام راح يزداد سرعة هذا الإنزيم فهنا بثلاث ساعات أو يمكن ساعة ونص يبقى لك الخمسة ملي غرام فهنا شنو تقل عندنا duration of action ورأسا يعني يكثرين الدواء أو بالعكس يسوينا toxicity أكو يسموه enzyme inhibition حلو فهنا enzyme inhibition فهنا راح الدواء يبقى بالدم وأنت تعطي جرعة زايدة فهنا راح يوصل toxicity with with expect trospium هذا شبيه الدواء يقول لك undergo acid hydrolysis هذا يصير بأثر هيدرولايسيس بينما بقية الأوكسيبيوتينين والدورفينيسين وذني الأدوية طبعا عذرون على اللفظ مالتهم يعني مرات واحد يخطأ بيهن فذني الأدوية جميعا سي واي بي ما عدا التروسبيوم الأثر هيدرولايسيس. نجي الأدفيرس إفكت نفس زغلولة الناشفة حبس الزوجها بسرعة ولا أخرية بس نجي نقرأ لكم إياها نوضح لكم إياها دراي ماوث كونستيبيشن بلارد فيجن limited يصير tolerance of this agent يعني هنا الإنسان يتعود على ذني الأجنت فهنا البلادر مالته يعني راح تضعف وبدون ذني الأدوية بعد ما يقدر يعني زين.
extended release formulation and transdermal patch have lower incidence of adverse effect. يعني يقول لك transdermal واللور شو اسمه وال extended release أدى lower adverse effect and maybe better tolerated. بس شنو الإنسان يتعود عليهن أكثر, يعني tolerance فرصة حدوثه هنا أكثر. زين تروسيبيوم هو quaternary compound, يعني شنو مشحون بشحنة, فهنا that minimally cross blood brain barrier, يعني ما راح يعبر blood brain barrier and fewer CNS effect, فهنا أقل واحد CNS effect من هو تروسيبيوم. تروسيبيوم وعد هنا أهم تروسيبيوم أنه استر هيدروليسيز هاي صارت عدة شغلتين مميزة. زين making preferred choice treating over active bladder in patient with dementia. هنا أنه راح يعني الأوفر أكتف بلادر ويا الأشخاص اللي عندهم نسيان, فهنا الأوفر أكتف بلادر اللي هو زيادة بالتبول عندهم, والأشخاص اللي عندهم شنو هو ديمنشيا اللي هي النسيان, فذولا يعني اللي يصير بهم زهايمر خطية فيطهم هيك أدوية. هسه كملنا الجزء الأول من المحاضرة, إن شاء الله على المحاضرة الجاية نكمل لكم الجينجليونيك بلوكرز.